مرحبا وياكم احمد من قناة البستان العربي. اليوم عندنا فيديو اخر عن تين الباكور، التين اللي ينتج على اغصان السنة الماضية. طبعا مو جميع اصناف التين تنتج باكور، يعني بعضهم ينتج باكور. عندنا هذا هنا لونج دوت، طبعا هذا الخشب هنا نمو من السنة الماضية، بعدين فوق طلع اغصان جديدة وينتج محصول رئيسي هذا اللي يكون جنب الأوراق. فعندنا هذه فاكهة واحدة انتجت على خشب السنة الماضية، هذه باكور. وهنا عندنا صنف اسمه GM175 جوزو جيم، طبعا هذا من هارفي. GM جورجي وجاب هذه الأصناف من جزيرة مالطا البحر الأبيض المتوسط وجابها لأمريكا، فرقمهم جي أم وأرقام. فأكو كثير أصناف من مجموعة جورجي عندنا بأمريكا، أكثرها من جزيرة مالطا. هنا عندنا كان باكور شيلتها حاليا، راح نجربها وبعدين نجرب اللونج دوت. بسم الله، طعمها مي، يعني بصراحة ما بيها طعم قوي، أكلها النمل من هذه الجهة قليلا بس. ما أعرف، طعمها مي ما بيها حلا نهائيا، ما بيها حلا. نجرب هذه الثانية لونج دوت ونشوف طعمها. طبعا فاكهة جميلة كبيرة عنقها طويل. المحصول الرئيسي السنة الماضية ما طلع هيك، يعني عنقه جدا طويل عندي، بس فاكهة كبيرة، يعني تقريبا وزنها يطلع 50-60 غرام. فاكهة جميلة. بسم الله، هذه بيها نسبة شكر أعلى، بيها حلاوة، ما بيها طعم تين قوي، بيها طعم القشرة، طعم بطيخ تقريبا، بطيخ فاهي، بس منعشة بصراحة، بيها حلاوة جميلة. هذا اللونج دوت. إذا حبيت تشوف فيديوهات أكثر اشترك بالقناة، إن شاء الله قريبا نسوي لكم فيديوهات كثير عن أصناف التين العالمية، نشوفكم شنو أنا عندي يا أصناف بالحديقة زارع. كان معكم أخوكم أحمد من قناة البستان العربي، شكرا للمشاهدة.